عرفني بنفسك بقى. محمود محمد احمد رئيس قسم التغيير العمراني. طيب انتم محافظين على الشكل اللي يبقى فيه عندكم شباب بيشتغلوا وبتاع؟ طبعا عشان الشباب برضو يقدر يشتغل حاجه حلوه جدا جدا جدا. عندك هنا مجموعه كبيره في القسم. انا عندي هنا 24 شاب. 24 شاب كويس. بتجمعوا بقى في الحاجات دي بتجمعوا كل يوم كام؟ مليون و2 النهارده من كل يوم من 1,200,000 لمليون و500,000. يعني 15 صندوق. الورديه اللي بتكلم على ورديه الواحده. هو المصنع هنا بيشتغل 24 ساعة؟ لا يا فندم، هو احنا بنشتغل وفقا للحاجة، يعني احنا الطبيعي بتاعنا وردية واحدة بتعمل المليون مليون و200. لو السوق احتاج أكتر من كده بيبتدوا يقعدوا ورديتين أو ثلاثة. تمام. حضرتك الجمعة يعني بقى في ضغط شغل، نيجي الجمعة ونيجي السبت في العطلات. طب في حوافز دي حلوة. ما تنقش على نفسك كويسة. صباح الفل. أتعرف بيك إيه؟ خد المية كل نفسك. لبيب عبد العزيز. تعرف صوتها هيبقى طالع كده ولا ايه؟ بقالك كتير هنا؟ بقى 3 سنين. 3 سنين. 3 سنين. بتجمعي الفلوس ازاي؟ فين الفلوس؟ بنحط في الكيس 5 خراطيش. فين الفلوس؟ 5 خراطيش. هو انت دورك ايه بالظبط؟ بتكيسي؟ بنكيس الكيس بنحط فيه 5 خراطيش. طيب واخونا دوت يروح قافلها. بلحق من وراه. مين مونة دي؟ لا دي حاجه موجوده معانا بس مش موجوده. طيب ساكنه قريبه من هنا؟ طيب في ام بيومي. ساكنه في ام بيومي. ام بيوم؟ فين ام بيوم؟ شبرا. شبرا. كلكم ساكنين في شبرا وانت ساكنه في شبرا؟ ساكنه في مدينه السلام. تيجي هنا الساعه كام؟ باجي على الساعه 7:30. متجوزه؟ جوزك مش متضايق من شغلك؟ لا. بيشتغل ايه جوزك؟ سمكري. سمكري بيكسب كويس؟ عادي يعني شغال عند حد. شغال عند حد. يعني كويس. ما قالكيش مره اقعدي في البيت ولا حاجه؟ لا لا. عندك ولاد؟ عندي ايه وساجده. مين بيقعد معاهم الصبح وانت في الشغل؟ بوديهم الحضانه. توديهم الحضانه؟ والله انت جدعه. لا خليك. انت متعمقه دبلومه ولا حاجه؟ لا معايا اعداديه. معاك اعداديه. ومين اللي جاب لك الشغلانه دي؟ لا عادي كان اعلان وانا جيت. اعلان؟ جيتي على الاعلان؟ اشتغلتي قبليها حاجة؟ لا. يعني دي أول شغلانة تشتغليها؟ ولما اشتغلتي وخدتي مرتبة حياتك اتغيرت؟ طبعا. بقت أحسن؟ طبعا. بقى معاكي قرش؟ الحمد لله. بتحطي على قرش جوزك وتصرفه ولا كل واحد لوحده أحسن؟ لا عادي يعني. لا ما احنا بنتكلم عن عايزين نعرف ايه هو العادي ده. كله مع بعض. طبعا. وماشي الحال. الدنيا بقت أحلى. طبعا. وأخلاق جوزك ما اتغيرتش نتيجة شغلك، بالعكس بقى كويس. لا بقى كويس. بقى كويس. طب كويس، انت نموذج يحتذى به، نموذج جميل جدا. ربنا يخليك يا رب. شكرين جدا، صباح الفل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسمك ايه؟ مدام حنان فايز. مدام حنان. بقالك قد ايه هنا يا مدام حنان؟ بقالي حوالي 30 سنه. 30 سنه؟ ازاي جيتي تشتغل؟ والله انا كان في مسابقه كده وقدمت فيها واشتغلت. قريتيها في الجورنان؟ لا ما كانتش في الجورنان، كان ليا جدي كان شغال هنا. وقال لك في مسابقه؟ وقال في مسابقه وانا قدمت فيها. دخلتي المسابقه؟ وامتحنوكي؟ ايوه. امتحنوكي في ايه؟ في القرايه والكتابه والجمع والطرح والقسمه كده. انا كنت ساقطه اعداديه. يعني وصلت لغايه الاعداديه. كويس. كنت متجوزه وقتها؟ لا كنت بنت. كنت وبعدين اتجوزتي بقى لما اشتغلتي؟ يعني اتجوزتي وانت بتشتغلي؟ ايوه بالظبط. وجوزك ما قعدتيش في البيت بقى؟ لا الحمد لله. ولا اولادك ولا اي حاجه؟ لا والله هو ربنا ما رزقنيش باولاد ولا استاذ محمود. عندك ولاد اخواتك واولاد خلاق وعندك في العيله اولاد كتير بيقولوا لك يا ماما؟ بالظبط يا استاذ محمود. بالظبط يا استاذ طبعا محمود. ربنا بيرزق من هنا ومن هنا. الحمد لله الحمد لله. ومبسوطه انت في شغلك؟ الحمد لله الحمد لله. بتيجي كل يوم ساكنه في شبرا برضه زيهم؟ لا انا ساكنه في المنيب. انقح من شبرا بعيد برضه مشوار. الحمد لله. مشوار جامد. الحمد لله الحمد لله. استاذ محمود بتنزلي كل يوم تركبي مواصله او اثنين؟ بالظبط اثنين وممكن ثلاثه كمان. ممكن ثلاثه بالظبط. بس انت معاكي الفك على طول ما عندكيش مشاكل. لا دي بالنسبه لنا مش عمله يا استاذ محمود، دي بالنسبه لنا دي ما بتمثلناش ان هي عمله اصلا. مالكوش دعوه بيها؟ لا لا
تنزلي كل يوم وتروحي الساعه 3 بالظبط كده كله تمام الحمد لله. واشتغلتي في المكان ده اول ما جيتي ولا لا؟ كان مختلف عن كده شويه. كنا الاول في سير وكنا بنفرز العمله وكده، هو دلوقتي بقى تغليف وتعبئه. لو دلوقتي قالوا في المصنع هجيبوا مكنه تغلف هتزعلوا طبعا. طبعا عشان ده اللي فاتح بيتنا يا استاذ محمود. وده يبقى اذا مش كل تكنولوجيا كويسه. لا طبعا مش بتناسبش كل شعب. لا طبعا يا استاذ محمود ربنا يكرمك. الله يخليك نورت يا استاذ. هو ده ابنك برضه اهو. طبعا ما كلهم ولادي هنا يا استاذ محمود. اديله بقى الميكروفون. كلهم بيقولوا لي يا ماما على فكره. طبعا طبعا. محمد سعد. محمد بقالك قد ايه هنا؟ خمس سنين. خمس سنين؟ مش في الشغل انا ده. كنت ولا الشغل اشتغلت حاجه ثانيه؟ لا كنت بره في المخازن وجيت هنا. حلوه دي. حلوه اي شغل حلو. شغل. شغل كله شغل. كويس. اشتغلت حاجه قبل كده؟ هنا ولا لا بره؟ لا بره. شغال بره. كنت شغال الاول في الكمبيوتر يعني. وحاليا دلوقتي بتشتغل دي بس ولا عندك شغلانه بالليل؟ لا بالليل عندي عشان عندي اولاد وكده متجوز يعني. انت متجوز؟ شكلك صغير. يعني بتشتغل الصبح؟ وتشتغل بالليل؟ ايوه بروح. طب بتخلص من هنا الساعه 3؟ ثلاثة وثلاثة ونص. ثلاثة ونص. والشغل التاني فين؟ الحوامدية. توصل الساعة 5. 5. مظبوط؟ تقعد بقى من الساعة 5 تشتغل ايه؟ في محل. في محل لغاية الساعة كام؟ 11 12 بعد كده اروح. بعد كده ايه خلاص؟ بعد كده ما فيش محمد. اسمك محمد؟ محمد سعد. بعد كده محمد خلص خلاص. لا محمد يروح ينام يصحى الصبح يجي شغل. ربنا بيقوينا. طبعا انت صغير كلنا واحنا صغيرين كنا بنشتغل شغل كتير. الحمد لله. مراتك بتشتغل؟ لا. ليه؟ بتخدم امي. احسن شغلانه في الدنيا. عشان امي يعني. لازم تحطها في عينيك بدل بتخدم امي. انا شغاله مني اخدمها يعني. بتجي لك ورديه ثانيه هنا؟ هنا ولا؟ لا هنا. بشتغل. ما بتروحش شغلك الثاني؟ لا ما بروحش. هنا احسن. هنا رقم واحد بره التكمله يعني. الورديه الثانيه دي معناها حوافز جديده. كده؟ مظبوط. بتبقى كويسه جدا. يوميتها احسن من بره. طبعا هنا مصنعك بقى ده هنا افضل وهنا يعني وهنا رقم واحد. هو بره يعني اكمالا بالعربي البحر يحب الزياده يعني. معلش. بس هو هنا الاساس يعني. وبعدين قاعد جنب خالتك حنان هنا. ضمي والله احلى من كده. خلينا نتعرف على الحاجه الطيبه دي. انت عرفت الاسئله جاوب جاوب على طول. رص الاجابه. هي الاسئله. فاطمه يوسف. جيتي سنه كام ومين اللي جابك واتجوزتي مين وعندك عيال ايه ويلا قولي. انا بقى لي 25 سنه او 30 سنه. ما شاء الله. وجوزك موجود؟ لا الله يرحمه. مات. مش كان شغال معانا. كان شغال هنا؟ وبعدين توفى من قد ايه؟ 2005. ده بقاله كتير. 17 سنه. كانوا صغيرين شويه. لا كانوا كبار. كانوا كبار. بيشتغلوا. حلوين. يعني انت دلوقتي بتشتغلي المزاج بقى يعني ما عندكيش مسؤوليات خلاص. الولاد اتجوزوا. واحد متجوز والتاني لسه هيتجوز. وبيشتغل. وانت بتشتغلي عشان مزاجك. علشان انا بحب شغلي. مش ما تقعديش. الواحد في البيت. بيلاقي نفسه في شغله. جدع والله العظيم. ساكنه فين بقى؟ انا ساكنه في مطبعة دار السلام. تركبي مواصله واحده؟ مواصله اتنين زي ما ربنا ييسر يعني. ومرتبك كويس؟ الحمد لله. في حوادث كويسه؟ كل حاجه هنا كويسه. مش ناقص حاجه؟ لا الحمد لله. يعني بيتك فيه كل حاجه؟ الحمد لله. ربنا يديم عليك يا رب. الله يخليك. ربنا يبارك في عمرك. نهارك زي الفل. الله يخليك. نهارك زي الفل. نورت يا استاذ محمود. السلام عليكم.